محمد سالم والمحمد علي عبد الودود المعروف بعدود ولد يوم الاثنين اربعة عشر عشر بثمان واربعين مئة والف للهجرة موافق ستة عشر جنبر تسع وعشرين والف في نواحي أبي تلميت وهو علامة وفقيه ومحدث ولغوي وشاعر موريتاني درس الشيخ الذي ينحدر من أسرة علمية عريقة العلوم الشرعيه والعربيه في محضره والده محمد علي والعبد ردود حتى برز في جميعها على حدثة سنه. وبعد اتمام دراسته اصبح استاذا في محضره العائله ثم التحق في بدايه الخمسينيات بهيئه التدريس في معهد ابي تلميذ الاسلامي الذي كان اول مؤسسه تعليميه معربه تعتمد طرق التدريس الحديثه. تدرجت في هذه المحضرة حتى حصلت على ما يصفني الناس به من الصفة فيها كثير من التجوز والمبالغة والبعد عن الحقيقة التي أنا عليها كنت دائما في رعاية الأبوين ويصعب على الإنسان أن يمارس الألعاب بمحضر من أبيه وشيخه وكانت الرياضة المفضلة عندي هي المطالعة وإذا أردت أن أروح نفسي بشيء من الألعاب فإنما أميل إلى مطالعة كتب الأدب ويعتبر الشيخ المرحوم بإذن الله عالما إسلاميا عالميا مشهورا قبل أن يكون موريتانيا شنقيطيا برع في علمي اللغة والنحو العربي وله مؤلفات في الفقه المالكي كان رحمه الله تعالى مكتبة تمشي على قدميها فهو ملم بكثير من المعارف ويعرف اشياء من علم النجوم وعلوم الفلك وعلوم الرمل واشياء من الحساب واخرى من عادات الناس وطبائعهم ولهجاتهم وكان رحمه الله نسابه من الطراز الاول فقلما ان جلس معه شخص الا وعرفه باهله مهما كان بعدهم الجغرافي او القبلي منه. لقد عرفت الشيخ محمد سالم ابن الشيخ محمد علي ابن الاسرة الكريمة آل عدود آل مبارك. هذه الاسرة التي اشتهرت بالعلم والصلاح والكرم والفتوة والادب وجميع الخصال المجيدة والابتعاد عن كل ما هو رذيل او ضار. عرفت الشيخ محمد سالم في الستينات ونحن نتدرب في تونس حيث كان هو يتدرب في البعثة القضائية بينما كنت انا في البعثة التربوية. تبادلنا الحديث في الادب في الفقه ولاحظت انه يتميز بمميزات غريبه جدا فالشيخ محمد سالم اذا ما وصل الى القران كتاب الله تبارك وتعالى صنع منه هندسه متماسكه بين الايات بعد ما يربطها بينما يميز كل واحد من السفر الى غير ذلك. اذا وصل الى اللغه العربيه فحدث ولا حرج فهو سيبويه وهو الكسائي وهو بطل من ابطال اللغه العربيه في نحوها، صرفها، لغتها، بيانها، منطقها الى غير ذلك. والى جانب ذلك كان بسيطا كما قلت يكره النشاز يكره ان يكون غير بني ديمانه لكنه ديماني وفي ذلك يقول الحمد لله الذي عفانا مما به ابتلى بني ديمانه لكنه كان اكبر ديماني وكانت لي معه مساجلات لطيفه جدا في الشعر وقد كنت معه ليله في الطائره ونحن قادمين من دبي إلى مكة إلى جدة على الأصح فلاحظت جو الطائرة فكتبت أبيات على بطاقة الدخول لم أجد ورقة وتركت كلمة ثم ناولت الشيخة فأكمل على البديهة تلك الكلمة والأبيات هي أبيات مضجفة التي ختمناها بقوله ليت هذه الفتاة كانت تراعي فختم هو البيت بقوله حرمة الشعر أو شعور الناس في قوله حرمة الشرعي كان فقيها بكل معنى الكلمة وقوله شعور الناس كان أديبا فقد كنت أمتحنه فلأنه سيميل إلى الأدب أكثر إلى الفقه فنجح فأصبح وسطا بين هذين أديبا وفقيها في نفس الوقت وكانت من مساجلاته الزنكلونيات التي أصبح الحمد لله الناس كلهم يتندرون عليها والجراديات واسمحوا لي أن أحس بالألم وأنا أتحدث إلى الإعلام والشيخ عدود لم يعد معي فقد كنا دائما توا حديث وكنت إذا كنت في الحلقة اليوم أو غدا كان هو معي في حلقة تابعة أو لاحقة وكنا نسجل الملاحظات فكان يعلق على ملاحظاتي ويتمها ويزيدها وضوحا ونورا فإلى تلك القبس النور النورانية التي أبت الله أن تتحق قبل العلاء وأن تغادرنا على كره منا مع رضانا بأقضاء الله تبارك وتعالى لا تذكر هذه البلاد باسم شنقيط إلا وكان هذا الاسم مصاحبا للعلم والعلماء وكان من بين هؤلاء الأعلام العلماء الذين حملوا لواء هذه الشريعة وتزينت بهم هذه البلاد وافتخرت بهم في مشارق الارض ومغاربها هذا العالم الحبر العلامه الذي هو الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله تعالى الذي ورث العلم عن والده وورثه ذاك عن والده والذي اختار الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد ان يكون من اهلها واختار له هو ايضا ان يكون من اهلها هو الشيخ محمد سالم من الشيخ محمد علي بن عدود وهناك من الاشخاص من لا يمكن ان يعرف لانه هو معرفه في حد ذاته فاذا قيل عدود فذلك يكفي واذا قيل محمد سالم فذلك يكفي هو عالم جمع الله تعالى في صدره كثيرا مما تفرق في صدور غيره ولم يكن الحال بالنسبه له الا كما قال القائل هو البحر من اي النواحي قصدته فلجته المعروف والجود ساحله هو طبعا والله كان بحرا في العلم بحرا في العربيه اذا حدثته فيها بحرا كذلك في الفقه اذا حدثته فيه بحرا كذلك في الفقه اذا حدثته فيه فاذا حدثته في الفقه او تكلم فيه فهناك اصوله وهناك فروعه وهناك شواهده وهناك شوارده وهناك نوازله يمتع بها تلك المجالس وقد متع بها هذه الشاشه المباركه فكثيرا ما تحدث رحمه الله تعالى عبرها وذلك عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعته الغراء إذا حدثته أيضا كذلك عن القرآن فتجد ابتكاراته حاضرة وتجد شواهد معرفته للقرآن حاضرة وتجد النكت التي وقد سمع التي نادرا ما يطلع عليها وقد سمعته رحمه الله تعالى يبين أنه اطلع في كتاب الله تعالى على نوع من البلاوة لم يجد من اطلع عليه قبله ذلك ان الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حديثا لمن رضي عنهم اكتفى سبحانه وتعالى بجعل ذلك السياق وكأنه اصلا من كلام الله تبارك وتعالى، وإذا كان الحديث من اولئك الذين غضب الله تعالى عليهم اسند ذلك القول لهم، فسمعته رحمه الله تعالى يقول: "إن هذا كان من ابتكاراته، وإنه لم يجد من اطلع عليه قبله". ابتعث العلامة عدود رحمه الله في أوائل الستينيات ضمن بعثة من القضاة الشرعيين للتدريب في شقيقة تونس وتخرج به شهادة في الحقوق سنة خمس وستين تسعمائة وألف ثم التحق الشيخ بسلك القضاء وتدرج في سلمه حتى عين على رأس المحكمة العليا سنة اثنين وثمانين تسعمائة وألف وفي سنة ثمان وثمانين ألف عين الشيخ وزيرا للثقافة والتوجيه الإسلامي وظل في ذلك المنصب حتى سنة واحد وتسعين تولى الشيخ المرحوم منصب القضاء نائبا لرئيس المحكمة الابتدائية ثم نائبا لرئيس المحكمة العليا ورئيسا للغرفة الإسلامية فيها فترة طويلة حاول خلالها جاهدا إلغاء القانون الوضعي في البلاد واستبداله بقانون شرعي حتى تم له بعض ذلك، وكان الشيخ المرحوم بإذن الله عضوا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي وفي المجمع الفقهي للمؤتمر الاسلامي وفي المجلس العلمي للأزهر وفي الأكاديمية المغربية. وللشيخ مؤلفات اكثرها منظومات ويتمتع المرحوم باذن الله بثقوب ذهني وعمق فهمي كبيرين وكان يرتجل القصائد كما يرتجل الكلام العادي وله تلامذه كثيرون في الاقطار العربيه وغيرها من الاقطار راحت المسجد الطائره من مطار دكار الى أوروبا راحت تعثر بالسحاب كأنها ضجرا بما تلقى به تتأفف فكأن دور دكار لما حلقت لبن بأيدي العاملين مصفف أنت إذا نظرت المنازل من المناظر الجوية تراها كأنها لبن لبن بعيد العاملين مصفف وكأن غابات الشوارع بينها حب حصيد في الجرين مجفف ترى السحابة كأنه من تحتها قطن ينفش تارة ويلفف وكأن صوت هزيزها في جوها صنج يثقل تارة ويخفف وكأن قنة طارق عندما كنا على جبل طارق من تحتها شيخ كبير في البجاد ملفف يمشي مدير الكأس بين رفاقها بالرفق مشيت سائل يتكفف فترى الذي عرضت عليه كؤوسها طارا ينال وتاره يتعفف. تاره يتعفف هذه ترمز الى اشياء، ربما يكون لانه بدوي فرضوا عليه طعام يتقزز منه ما يعرفه وربما لانه مسلم يعرض عليه زجاجه من الويسكي او مقانق من الخنزير. كانت محضرته في ام القرى تعج بجميع طلبه العلم من شتى القارات. كان شيخنا محمد سالم رحمه الله تعالى مالكيا يرى عدم المذهبية جهلا بالدين وأصوله وكان يقول عجبا لقد أصبح مالك يتهم في اتباع السنة ومن مظاهر مالكيته عنايته بكتب مذهب مالك حيث ألف كتابه التسهيل والتكميل نظم مختصر الشيخ خليل وعدد أبياته سبعة عشر ألفا وستمائة وواحد وثمانون بيتا يقول فيه رام به نعش دماء المختصر مما خليل قد وعى في المختصر إذ أصبحت أبوابه المشهورة بعد رحيل أهلها مهجورة لا يعتني بطرقها غير حفي يرصها فوق رفوف متحفي ويعتبر المرحوم الشيخ عدود من أبرز العلماء الموريتانيين المعاصرين وقد عُرف بموسوعيته العلمية فهو مرجع فقهي كبير، كما عُرف أيضا بروايته لأشعار العرب وأيامهم، فهو أحد علماء السيرة ومحدثي بلاد شنقيط، وهكذا وبعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء، فقدت موريتانيا أحد أبرز علمائها البارزين الشيخ محمد سالم العدود، الذي كانت وفاته خسارة كبيرة لموريتانيا وللمحاضر الشنقيطية التي اشتهر بكونه أبرز المدرسين فيها والمنشغلين بطلابها طيلة مسار علمي امتد عشرات السنين توفي الشيخ العلامة محمد سالم العدود فريد إقدي علماء موريتانيا يوم الأربعاء ربع جماد الأولى 1430 للهجرة موافق 29 إبريل 2009 في قرية أم القرى التابعة لمقاطعة واد الناقة وبانتشار الخبر الأليم رجت البلاد لأن الأمر جلل وفقدت بلادنا بلاد شنقيط والعالم علما من أعلام هذه الأرض وشيخا نادرا من مشايخ بلاد شنقيط